لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. في الأول عايز أقول سؤال لحضراتكم، إزاي أنا أقدر أكتب جملة فرنسية معي؟ فراز فرانسيز، الافراز فرانسيز البسيه بتتكون من السجين من الفاعل، بتتكون من الفيرب من الفعل، ثم ال كومبليمون اللي هو المفعول فرنسي، بتتكون من فعل ومن فعل ومفعول. الفاعل ما وقع، من قام بالفعل، من قام بالحدث. اما الفيرب، الفيرب ما وقع عليه بزمن، ما دل على حدث مرتبط، ما دل على حدث مرتبط بزمن. اما الكومبليمون، الكومبليمون اللي هو المفعول، فهو بيكون تكمله الجمله. قل فرنسيه ولا تقل فرنسيه. قلنا الافراز فرانسيز سيكون دوز بتتكون من، بتتكون من فاعل سوجي فيرب فعل كومبليمون المفعول. قلنا ان الفاعل اللي هو الفيرب اللي هو من قام بالفعل او من قام بالحدث، من قام بالفعل او من قام بالحدث. سي داكور سي ميتوندو جي في كومبليت سي فوبلي. الفاعل قلنا بنقول هنا ان كلنا يعمل الجمله غلط في اللغه العربيه، بتكون من فاعل ومن فعل. اما في الفرنسيه بتكون من فاعل في الاول، ثم الفيرب اللي هو الفعل، ثم الكومبليمون اللي هو الايه اللي هو المفعول. وسالت حضراتكم ان الفاعل بتعرفوا ازاي، قلنا ان الفاعل اما اسم واما ضمير، اما نوم او اما برنوم. الصوت واصل حضراتكم؟ الصوت مش واصل يا ريت تبعتوا لي تاني. السوجيت اللي هو الفاعل، نوم في نوم ماسكلان في نوم فيمينان. النوم الماسكلان الاسم المذكر كوم فريدريك، سي لو نوم فيمينان كوم مارتين. بقول ان الاسم المذكر زي الاسم العادي زي اسم احمد واسم عمر واسم فريدريك، اما الاسم المؤنث فبيكون زي اسم مثلا شيماء وعندي نوره مثلا وعندي مارتين. سي اوكي. وقلت ان الفاعل دوت هو بيتكون من الاسم، والاسم عندي بيقول ما دل على كلمه تدل على انسان او جماد اي حيوان او شيء من ذلك. فور اكزامبل سي لو زومبي، زيد علي، سي لو كايون. والاسم عندي في اسم بيقول ان اسم نوعان، في اسم اللي هو الاسم العلم والاسم العادي زي اي شيء بيطلق على اي شيء. الاسم العلم زي اسم اي انسان سواء اذا كان في مذكر او اسم مؤنث. اما الاسم المشترك فبيكون بيبدا باي حاجه زي مثلا بقول مثلا الفلاح عندي او الكتاب بينطبق تسميه شيء. تمام. اما البرونوم قلت ان في ضمائر مفرد وفي ضمائر جمع. الضمائر المفرد كوم جي تي اي 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 نو ذو اي الز فيكس. وهناك علاقه بين الاسم والضمير. لو سالت حضراتكم وقلت لحضراتكم ما علاقه الاسم بالضمير، ان علاقه الاسم بالضمير يمكن استبدال الاسم الضمير والضمير باسم. بيقول ان حسب النوع سواء اذا كان مذكر او مؤنث، وحسب العدد اذا كان في الافراد واذا كان في مين في الجمع. سي داكو. انتقل للفقره الثانيه او العنصر الثاني من عناصر تكوين الجمله الفرنسيه، الفيرب. لو فيرب عندي بيقول لي بيقول الفيرب دوت كما سبق ان الفيرب عندي قال لي في الاول ان الفعل بينقسم في اللغه الفرنسيه الى ثلاث مجموعات، كل مجموعه انا بعرفها من خلال النهايه بتاعتها. النهايه الاولى بتنتهي بالاي ار، تسمى نهايه المجموعه الاولى. المجموعة الثانية بتاعتها اي ار، المجموعة الثالثة اي ار او اي ار ال ار اي. طيب دي نهايات بعرف من خلالها المجموعات. المجموعة الأولى اللي علينا خدم الأول اللي هي المجموعة الأولى اللي هي منتهية الاي ار. مين يقول لي المجموعة الأولى ازاي بصرفها مع الأفعال؟ ازاي أصرف أي فعل مجموعة أولى مع الأفعال؟ وده هو بعينه زمن المضارع. ازاي اصرف افعال المجموعه الاولى في زمن المضارع، او ازاي اصرف افعال المجموعه الاولى مع الفعل العادي. نحذف الاي ار، يوسف قال نحذف الاي ار. اوكي تمام، يوسف قال بحط النهايات. اوكي اوكي. حسب كل ضمير، ليلى قالت حسب كل ضمير. طيب نهايات المجموعه الاولى ايه يا ولاد؟ مين يقول ايه هي نهايات المجموعه الاولى؟ سارة بسرعة شديدة خالص قالت نهاية مع المجموعة الأولى، مع الجي بنضيف إي، مع التي إي إس إي والقلب الإي، النو أو إن إس الفو إي زد الإي أفيك إس والأفيك إس بنضيف إي إن تي.
اوكي ميرسي خالص ساره ليك، ميرسي ليلى، ميرسي ليوسف، ميرسي لكل اللي شارك معانا في السؤال دوت. طيب سيدا كو، طيب بالنسبه للمجموعه الاولى هل ليها شواذ ولا انا بكتبها كده وخلاص؟ يعني اي فعل بيجي قدامي بكتب مجموعه اولى او اي فعل منتهي بالاي ار دوت بحط على طول النهايات ديت ولا في عندي شواذ ممكن استخدمها؟ مين يقول لي ايه الشواذ اللي ممكن استخدمها في المجموعه الاولى؟ مين هيقول؟ اللي فيرب اللي، فيرب اللي يعني يذهب، فيرب اللي من افعال المجموعه الاولى المنتهيه بالاي ار. فيرب افوار، افوار ليس من المجموعه الاولى يا جزائري، افوار ليس من المجموعه الاولى، افوار ليس من افوار ولا فيرب اتري يا حبيبي ولا فيرب اتري. سيني با، سيني با، بدكو. شتي يوسف، يس 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 يس. اكسلان يوسف، اكسلان. اكسلان يوسف، جيت. اي يوسف، اكسلان، 3 3. سي فيرب كومونسي في ياي فيرب مانجي سعيد، ايوه كده صح كده فهمت تمام. بقول ان الفيرب اللي هو الفعل قلت بينقسم الى فعل مصدري وفعل مصرف. الفعل المصدري اي الفعل في صورته الاصليه دون تغيير عليه خالص، دون حدوث اي تغييرات او اي تعديلات عليه. وده بعرفه ازاي؟ قال لي بعرفه من خلال تقسيمه الى ثلاث مجموعات، في مجموعه اولى ومجموعه ثانيه ومجموعه ثالثه. المجموعه الاولى بتنتهي بالاي ار، مجموعة الثانية بتنتهي بالـ ER، مجموعة الثالثة بتنتهي بالـ ER، و R R الـ O E R و R E. أوكي؟ عذرا للصوت يا ولاد معلش. طيب. أولى قلنا إن من خلال المجموعة الأولى بصرف مع كل ضمير حسب كل ضمير زي ما حضراتكم قلتوا زي ما بديتكم، حسب النوع حسب العدد، حسب النوع إذا كان في المذكر وإذا كان في المؤنث، حسب العدد إذا كان في الإفراد وإذا كان في الجمع. يا ريت يا سارة دلوقتي أنا لسه سايب المجموعة الثانية نهائيا دلوقتي، أنتوا الصعيد الجزائري، يا ريت تخلينا في المجموعة الأولى دلوقتي خالص. وقلنا إن المجموعة الأولى ليها شواذ، ومن شواذ المجموعة الأولى فيرب اللي، فيرب اللي، فيرب اللي. عندي فيرب اللي منتهي بالإي آر بنهاية المجموعة الأولى، لكنه يصرف مع الجي بيبقى. مين يقول معايا بسرعة كده تصريف فيرب اللي؟ تصريف فيرب اللي. او يوسف في اقصى سرعه بيقول هو سعيد الجزائري مع الجي بنحط في اي اس مع تي في ان فا نوز الون فوز الي الى بك اس وانا بك اس فا. اوكي سيدا كو. طيب ننتقل للمرحله الثانيه. قبل ما انتقل للمرحله الثانيه خليني في الشواذ. لو انا عندي فيرب شاذ للفيرب كومونسي يا اولاد، ايش شاذ للفيرب كومونسي عشان استخدمه مع انه فيرب منتهي بالاي ار؟ ايش الشواذ اللي فيه؟ مين معايا؟ في ناس مش شغاله معايا خالص. فين محمود جمال مع سعيد الجزائري اللي شغال الله ينور دوت هو وما شاء الله على يوسف وعندي ساره ما شاء الله وايهاب، ايهاب شغال معانا. فين دعاء؟ مش شغاله معانا ليه؟ فين دعاء؟ فين نوره؟ اوكي يا اولاد. لكسون، لكسون على ايه؟ لكسون على ايه يا يوسف؟ لكسون فين؟ لكسون فين يا يوسف؟ على الاي؟ لا لا مش على الاي. مين يقول يا اولاد؟ مين يقول لكسون بيتحط فين؟ فيرب زي فيرب كومونسي، فيرب زي فيرب كومونسي يا ولاد. يا حبيبي مين يقول؟ يا استاذ لما افهم معنى الشواذ. الشواذ يا حبيبي، الشواذ الفعل الشاذ هو الفعل الذي لا ينطبق عليه القاعده، الذي لا ينطبق عليه القاعده. بمعنى يا سعيد، بمعنى يا حبيبي ان انا عندي المجموعه الاولى منتهيه بالاي ار ديت، لما اجي اصرف فعل في المجموعه الاولى منتهيه بالاي ار بحذف الاي ار احط نهايات بعد كده بالفيرب مانج. مين يقول لي ايه نوع الشوزوز اللي في فيرب مانج يا ولاد؟ فيرب مانجي، فيرب مانجي، الجي مالها؟ مالها يا حبيبي؟ مالها الجي؟ نضيف اي، امتى؟ امتى نضيف اي؟ امتى نضيف اي؟ جنب الاو ان اس، ممتاز يا سعيد، ممتاز، اكسلان يا حبيبي، اكسلان، وساره افيك نو، مع الضمير نو بتكمل لك يا سعيد، بتقول لك بنضيف الاي، افيك لو برونوم نو، مع الضمير نو، تمام. طيب، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دوت كله يعد تصريف الافعال مع الضمائر في زمن في زمن في زمن المضارع، في زمن المضارع. طيب عشان خاطر انا اكمل زمن المضارع معايا بنقول ان الاولى اللي منتهيه بالاي ار ديت عندي تصريفها بحذف الاي ار او الاي اف معلش، ثم احط نهايات تسمى نهايات الايه؟ نهايات المجموعه الاولى. وشواذ المجموعه الاولى حضراتكم واخدين بالكم معايا؟ شواذ المجموعه الاولى، المجموعه الاولى عندي قال لي في فيرب منتهي بالجي اي ار، طيب ثم الفيرب عندي الفيرب كومونسي، ثم الافعال التي تنتهي بالال اي ار او الاي ال اي ار والاي تي اي ار. نوع الشذوذ اللي في الافعال التي تنتهي بالاي ال اي ار او الاي تي اي ار.
دي موبلي ايه يوسف اكسلون ممتاز يوسف عند تصريف الافعال التي تنتهي بال التي تنتهي بالاي تي اي ار بنضاعف التي او الافعال كذلك التي تنتهي بالاي ال اي ار بنضاعف الايه بنضاعف ال زي فيرب عندي فيرب اسمه اكل وفيرب اسمه جيتي سي اوكي سي داكو. طيب ارجع تاني للكلام اللي قلته في الاول بنقول ان الفعل عندي اما فعل مصرف او اما فعل المصدر. طيب لو سالت سؤال حضراتكم وقلت متى ياتي الفعل في المصدر متى ياتي الفعل في المصدر متى ياتي الفعل في المصدر بيقول ياتي الفعل في المصدر ياتي الفعل في المصدر اذا سبقه فعل مصرف اي جام مانجي دي فري واذا سبقه احد حروف الجر زي سان زي بول زي دي زي ار example j'étais debout ici elle écoute sans comprendre. طيب وايه كمان يا اولاد ايه كمان ايه كمان مين حضراتكم كده يقدر يقول لي يعني ايه اذا استخدم الفعل كاسم فانه ياتي مصدرا يعني ايه الكلام ده يعني ايه كلمه اذا استخدم الفعل كاسم ياتي مصدرا اذا استخدم الفعل كاسم اي اذا سبق بالتعريف اذا سبق باداه تعريف إذا سبق بأداة تعريف زي ل للمفرد المذكر زي لا للمفرد المؤنث مثلا على سبيل المثال لو قلت مانجي مانجي فيرب مانجي يعني يأكل إذا سبق بأداة تعريف كوم مثل لو مانجي فهنا يعد الأكل وليس يأكل كده أنا أقدر أقول إن أنا قدرت أخلص الفعل بنوعيه الاثنين وأنتقل إلى الكومبليمون اللي هو العنصر الثالث من عناصر تكون الجمله الفرنسيه المفعول سيدكو. بتكلم دلوقتي عن الكومبليمون المفعول والمفعول كما ذكرت انفا من عناصر تكون الفرنسيه التي تتكون من الفاعل الجمله والمفعول عندي قسمان مفعول يعد مفعول مباشر سيان كومبليمون ديريكتي هو المفعول الغير مسبوق بحرف اكزامبل جي فوا علي جي فوا علي انا شفت علي ويعد تكمله اللي احنا ممكن نشتغل عليها ايه الادوات اللي احنا ممكن نشتغل عليها ايه الادوات اللي بتعد تكمله للجمله مين يقول يا اولاد سي داكو كي افيك مو كي فيزيت افيك مو ايه الادوات في ادوات تسمى ادوات تقل ارتيكل ارتيكل ديفيني ايه لازم ارتيكل ديفيني الادوات المعرفه وادوات النكره هي ادوات المعرفه وادوات النكره يا حبيبي ادوات المعرفه ادوات النكره ادوات التجزئه وما الى ذلك الاقصاء في لو لو الاي لي تستخدم امام المفرد المذكر في لا تستخدم امام المفرد المؤنث في الاكسون تستخدم امام المفرد المبدوب ومتحرك هما ال اي اس للجمع بنوع ادوات النكره في الاول قبل ادوات التجزئه اوكي حاضر ادوات النكره ايه ادوات النكره ادوات النكره الان سعيد تكسلا سعيد رد عليه مين يرد عليه ايهاب في وقف كيف يوسف ان والان والدي اوكي الان الدي دي اوكي الان والان والدي اللي هي الدي اي اس الان لاي والاي والدي لاي يا اولاد مين يشرح سعيد ديزولي نيفو سيدو ريان سعيد سيدو ريان دي سويزا فو حبيبي دي سويزا الان بور ماسكلان اكسلا الان توضع على المفرد المذكر الان بور فيمينان المؤنث ممتاز سعيد يوسف جمله اديله جمله يا سعيد اديله جمله un cours de français un cours de français excellent excellent سعيد excellent حبيب قلبي excellent ميرسي خالص ليك شكرا لجهدك الموجود معانا براجع تاني يا اولاد وبقول ان الفراس فرانسيز الجمله الفرنسيه بتتكون من فاعل ومن فعل ومفعول الفاعل اللي هو من قام بالحدث او بالفعل وممكن بيكون اسم او ممكن بيكون ضمير اما عندي علاقة الاسم بالضمير قلنا علاقة الاسم بالضمير لو ممكن استبدال الاسم بمين يمكن استبدال الاسم بضمير او الضمير باسم حسب النوع وحسب العدد الفعل عندي فعل مصرف وفعل الفعل المصدر ياتي مصدرا الفعل ياتي مصدرا اذا سبق بحرف جر اذا سبق بالفعل المصرف طيب يا حبيبي من فعل في التصريف اصرف ازاي ده اللي من خلال اعرف من خلال نهايته في المجموعات المجموعه الاولى اللي هو المجموعه الثانيه المجموعه الثالثه المجموعة الأولى عندي تصريف فعل في زمن المضارع للمجموعة الأولى المنتهية بالـ ER بقوم
حذف الاي ار ثم اضافه نهايات نهايات المجموعه الاولى مع الضمير جي بضيف اي مع الضمير تي بضيف اي اس مع الضمير اي بضيف ال بضيف اي مع الضمير نو بضيف او ان اس مع الضمير في بضيف اي زد بضيف اي بضيف اس وال بضيف اس بضيف اي ان تي. سيدق انتقلنا بعد كده للمفعول. ضمن المفعول هو تكمله لمين؟ تكمله الجمله، سواء الجمله دي تكتمل لما بقول مثلا ذهب محمد واسكت، الجمله لم تكتمل، الجمله لم تكتمل، الجمله لم تكتمل، لكن بقول ذهب محمد الى النادي مثلا يبقى الجمله ذهب فعل ومحمد فاعل والى النادي فتكون شبه جمله لمين؟ لصيغه المفعول. انا كده انهيت اولى فقرات. دلوقتي ان شاء الله هناخد حاجة مهمة جدا وحاجة ياخد منها امتحان، وهي صيغة لانترجاسيون الاستفهام، صيغة الاستفهام في كيفية تكوين السؤال، كيفية تكوين السؤال. علشان اكمل اطرح سؤال في سرعة بسيطة واقول من منكم يستطيع ان يقول لي في كلمتين كيف يمكن توجيه سؤال؟ هي كمان اسمها او يا سعيد، تقديم فعل على فاعل ايهاب، اوكي حبيبي تمام. بقول ان الاستفهام لما اجي اوجه استفهام لابد ان يكون عندي عنصرين هامين في الجمله اللي انا هسال عليها. اول هام لازم اعرف ان الاستفهام ده بيكون استفهام اسمه استفهام كلي او استفهام مباشر، والنوع الثاني اسمه استفهام جزئي. الاستفهام الكلي دوت اللي هو بيسال عن الجمله كلها، بيسال عن الجمله كلها وبتكون جمله الرد فيه مبدوء بوي او بنو او بسي. علشان خاطر احط سؤال لجمله مبدوء بوي او بنو او بسي قال لي ليا ثلاث طرق، ليا ثلاث طرق. الطريقه الاولى في استخدام المقطع الاستفهامي اسك، استخدام المقطع الاستفهامي اسك، استخدام المقطع الاستفهامي اسك وما ياتي بعد اسك فيكون ترتيب جمله فاعل وفعل المفعول. مثال لو قلت انا نو جي في او خلينا في المثال اللي هنا اهو نو إلي بروفيسور، إلي بروفيسور يبقى اسك إل إي بروفيسور، لا ما اقولش اسك إلي بروفيسور، اعمل حاجه اسمها تغيير المفعول، اعمل حاجه اسمها تغيير المفعول، يعني بقول اسك إلي دكتور، هل هو دكتور؟ هيرد علي بيقول لي نو إلي بروفيسور، هو بيكون ايه؟ هو بيكون مدرس. طب لو الاجابه عندي وي، لو جمله الرد وي، وي إلي بروفيسور، يبقى هيظل المفعول كما هو استخدام السؤال اسك اي لي بروفيسور، هل هو بيكون بروفيسور؟ الرد هيكون وي إلي بروفيسور. طيب ممكن استخدم حاجه اسمها اللهجه، اللهجه اللي زي ارفع صوتي في السؤال إلي بروفيسور إلي بروفيسور إلي بروفيسور، تمام؟ دي استخدام حاجه اسمها اللهجه بتكون بنفس جمله الرد دايما. ممكن استخدم تقديم فعل على فاعل، تقديم فعل على فاعل، تقديم فعل على فاعل يعني اجيب الفعل الاول ثم الفاعل مصرفا مع حسب الجمله دي موجوده معايا، ثم المفعول في كلمه الجمله وعلامه الاستفهام تكون لازم موجوده معايا. طيب بيقول لي لاحظ الاجابات لو كانت بوي هتعمل ايه؟ لو الاجابه بوي هسال بنفس المفعول، اما اذا كانت الاجابه بنو فهيتم تغيير المفعول. على سبيل المثال لو قلت وي جي فيزو كليب، نعم انا بذهب الى النادي، انا بذهب الى النادي، بس السؤال هيكون فا تي اوكليب او اسك تي فا اوكليب او تي فا اوكليب، تمام؟ ده باستخدام الايه؟ استخدام انواع مختلفه من الاسئله. طيب لو الاجابه كانت بنو، لو الاجابه كانت بنو، لو الرد كان بنو هعمل تغيير، اعمل حاجه اسمها شانجمون او ديبلاسيمون، تعديل او تغيير للمفعول. بقال لي وي او اس نو جي فيزو كليب، يبقى سؤال هيكون ايه؟ مين يقول لي؟ لو انا عندي سؤال بيقول جمله الرد فيه نو جي في او كليب، لو جمله الرد عندي نو، السؤال هيكون ايه؟ السؤال هيكون ايه؟ نو جي فيزو كليب، السؤال هيكون ايه؟ نو إلني با جي في سير، او في سير بالاو ليست بالبي يا سعيد، في فازو السينما، اوكي سي دكو. يبقى النوع الاول من انواع الاستفهام يسمى الاستفهام الكلي او الاستفهام المباشر، وده بيسال عن الجمله كلها على ان تكون جمله الرد مبدوء بوي او بنو او بسي. بقول تاني ان في الاستفهام المباشر، الاستفهام المباشر، الاستفهام المباشر والاستفهام الكلي، ودوت بيكون شرط جمله الرد بتاعته وي او بنو او بسي، وي يعني نعم، نو يعني لا، وبسي اللي هي بلى، تمام؟ ممكن استخدم ثلاث طرق في السؤال، ممكن استخدم اسلوب اللهجه عن طريق ارتفاع الصوت، ممكن اقدم فعل على فعل،
ممكن ابدا بالمقطع الاستفهامي اسك، والاسك دوت لازم يكون يجي بعد ترتيب جمله. ده بالنسبه لمين؟ الاستفهام الكلي. اما الاستفهام النوع الثاني في الاستفهام فيسمى الاستفهام الايه؟ الاستفهام استاذ لما بتجاوب نعم ممكن تسكت ايه حبيبي ويس اوكي. الاستفهام الجزئي اللي هو بيسال عن جزء محدد في الجمله، جزء معين، يعني على سبيل المثال لو قلت كده انا راب جي في زو كليب سي تي ام افيك مي زامي جي في او كليب سي تي ام افيك مي زامي، وقال لي عايز سؤال هنا، هنا انا اكون في حيز اكثر من وضع سؤال، ممكن اسال عن فاعل، ممكن اسال عن مفعول. لو اسال عن فاعل بقول مين اللي رايح النادي، ممكن اقول له انت رايح النادي، ممكن اقول له مع مين انت رايح النادي، فانا كده سالت عن فاعل وعن مين وعن مفعول وعن مكان وعن زمان ما الى ذلك. قال لي اعمل ايه طيب لو انا عندي استفهام جزئي؟ لو انا عندي استفهام جزئي يا حبيبي لازم تعرف حاجه معينه خالص. ايه هي الحاجه المعينه دي؟ الحاجه المعينه انك انت تحدد في الاول الجزء المراد السؤال عنه في الجمله، تحدد الجزء المراد السؤال عنه في الجمله، بعد كده بتقوم بحذف الجزء دوت. يعني على سبيل المثال لو قلت انا ذاهب الى النادي، لو انا دلوقتي حاطط خط تحت انا دلوقتي يبقى اسال عن مين؟ اسال عن الفعل، حددت جزء المراد السؤال عنه في الجمله. احذف الايه؟ احذف، الله يفتح عليك يا سعيد، تمام ممتاز يا حبيبي، احذف الجزء دوت، احذف الجزء دوت، واحطه باداه استفهام، اغير باداه ايه؟ استفهام مناسبه، اغير باداه استفهام مناسبه. طيب مثال لادوات استفهام مختلفه، عندي انواع كثيره جدا في ادوات الاستفهام، في منها ما يعرض حاليا على الشاشه، اتفضل حضراتكم معايا وقولوا معايا نظره ثانيه. اداه الاستفهام الاولى عندي كي، عندي اداه الاستفهام الاولى كي، المثال عندي بيقول لي لدكتور صاني له ملاد، لدكتور صاني لي ملاد، الدكتور يعالج المرضى. كي صاني لملاد، من يعالج المرضى؟ بستخدم اداه استفهام كي، بستخدم استفهام كي اللي بتسال عن الفاعل العاقل من، تسال عن الفاعل العاقل من. اوكي؟ ديت الاداه الاولى، اداه الاستفهام الاولى من كي. سي داكور. اتوند ان مينيت سيل فوبلي افيك موا بور كيستيون. الاداه الثانيه اكي، مين يقول لي بسرعه اكي بتسال عن ايه؟ لمن؟ اوكي لمن؟ اوكي لمن؟ اوكي بتسال عن العاقل المسبوق بحرف جر الا. مثال جي بارل علي يبقى اوكي تي بارل، جي تري اسامي اوكي تري تي. طيب لو انا عندي جمله بتقول جي بارل دو سامي، جي بارل دو سامي، انا بتكلم دي سامي، دي عن دي سامي، يبقى السؤال هنا هيكون بيستخدم على استفهام ايه؟ استخدامها يكون اداه استفهام جديده موجوده عندي، عندي اداه استفهام ديكي، ديكي ديكي يعني عن من؟ ديكي يعني عن من؟ طب لو قلت انا رايح عند جيفيشي علي، انا رايح عند علي جيفيشي علي، يبقى اقول ايه بقى؟ جيفيشي علي، يبقى السؤال هيبقى ايه؟ شيكي، شيكي اكسلان، شيكي اكسلان، شيكي اكسلان، ممتاز، شيكي باتي. طيب اخر حاجه لو قلت مثلا جي في على بيبليوتيك، جي في على بيبليوتيك، جي في على بيبليوتيك، جي في على بيبليوتيك، بار بار لبيبليوتيكير، بار لبيبليوتيكير، يبقى السؤال هيكون ايه؟ بار كي اكسلا، ممتاز يا حبيبي. يبقى خدنا يا اولاد، خدنا كي وخدنا بار كي وخدنا دي كي وخدنا شي كي سي كي. طب لو انا عندي سؤال بقول مثلا جي في زو كليب سي تيير، جي فيزو كليب اون سوار، بسال عن الوقت، اسال عن الوقت ازاي؟ اسال عن الوقت ازاي؟ استخدم ايه في استعانة عن الوقت او الزمن؟ كليير، كليير بس مسبوقه باه يا يوسف، لازم احط قبلها حرف الجر يا حبيبي. سعيد برضه كليير في اي ساعه، في اي ساعه. طب ايه اداه الاستفهام اللي تحل محلها برضه؟ ليه اداه الاستفهام تعوض عنها برضه ايه؟ ايه اداه الاستفهام اللي ممكن تعيد عنها؟ تمام اكسلا. كان، ممتاز يا تسليم، تسليم اسماعيل جابتها صحيح، كاند كاند، يوسف كتبها صح يا حبيبي زي تسليم كده بالظبط، سي اوكي يوسف، سي دكور اكسلا يا حبيبي. طيب لو انا قلت، لو انا قلت دلوقتي عندي انا جي في على بيبليوتيك بورلير لليفر، بورلير لليفر، بورلير لليفر،
Je vais à la bibliothèque pour lire le livre. Excellent, 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 excellent. C'est pourquoi Youssef Mintez, excellent, Habibi. Pourquoi Saïd, c'est ok, Habibi. Pourquoi Tassar An, السبب. طيب لو قلت على سبيل المثال سؤال ثاني كده وقلت جي فيز اه لوبيتال بور سوانيي بور سوانيي بور سوانيي او جي فيز او جي فيز اه او ميديسان اكوز دي ما مالادي اكوز دي ما مالادي اه بور كواي تسليم ممتاز يا حبيبي قلبي تمام كده اوكي يبقى انا عندي دلوقتي بور بسال عن عاقل مسبوق بمين؟ مسبوق بسبب لازم يكون في سبب موجود عين سبب دوت لازم يكون في اداه ربط سببيه زي كار زي سكيت زي اكوز دي ريزون سبب ممتاز يا يعني سعيد سعيد اوكي سعيد اكسلون سعيد تمام دي اداه الاستفهام الموجوده معانا بعد كده لو قلت مثال هنا بيقول لي جي فيز كليب افيك علي جي فيز كليب افيك علي جي فيز كليب افيك علي يبقى السؤال عندي افيك افيك مع من؟ مع من؟ افيكي من تبقى قلب جاهز نفسك او كده على طول تمام افيكي طب لو في سؤال عندي بيقول لي مونستر اونوغري لوميسي مين يقول لي يعني كلمه اونوغري؟ يعني اونوغري يعني اونوغري يا اولاد لومينستر اونوغري لوميسي يفتح ممتازه اميره اميره ممتاز لومينستر اونوغري لوميسي الوزير افتتح الميزي اللي هو المتحف يبقى السؤال هيكون عن ايه؟ حاطط لي خط تحت كلمه مينستر وحاطط لي خط تحت كلمه ميزي المينيستر يعوض عن ايه يا اولاد؟ مين يقول المينيستر ده بيعوض عن ايه؟ المينيستر بيعوض عن فعل ولا مفعول؟ المينيستر يعوض عن فعل سوجي ممتاز يا سعيد. طيب الميزي بقى الميزي بيعوض عن ايه؟ كومبريمو اكتبها صح كمل كلمه كومبريمو اللي هو مفعول ممتاز يا حبيبي ميرسي خالص يا تسليم ليك تسليم اسماعيل ممتازه. اللي بعد كده بنقول ايه؟ اللي بعد كده بنقول تسال عن ايه؟ عن المفروض كي طيب كسك لو فيستيفال كلمة جميلة جدا فيستيفال يعني كلمة فيستيفال يا ولاد؟ يعني فيستيفال يعني فيستيفال مهرجان تسنيم ممتاز يا تسنيم ممتاز إيهاب يا حبيب قلبي ممتاز ممتاز سعيد الجزائري ممتاز إيهاب أوكي لو أنا عندي لو فيستيفال أورا ليديما أورا ليديما زمن وضع تلك الجملة ممكن احتفال أوكي حبيبي في سيرموني احتفال برضه أوكي أي زمن وضع تلك الجملة؟ في أي زمن؟ أورا هنا حبيبي فرد أفوار محطوط في صيغه المستقبل لانه شاز افوردي ديما كسك اورا لي ديما ايه اللي هيكون بكره تمام في عندي كسك بالاي اللي هي الاخيره اللي هي ما الذي سي بانطلون اي اون كوتون سي بانطلون اي اون كوتون عندي اون كوتون اون كوا اون كوا يعني لا اون كوا الكوتون لا الكوتون اوكي ما انا عارف اون كوا بقى تسال عن ايه ماذا او من اي ماده ممتازه تسليم صح يا معايا كويس اون كوا طيب ممتاز طب على سبيل المثال في سؤال جديد لو مينيستر بارل دي لابي لو مينيستر بارل دي لابي لو مينيستر بارل مينيستر وزير بارل تحدث دي لابي يعني لابي يا ولاد؟ كيسك لابي ديفيني يعني تعرف كلمة لابي؟ السلام ممتاز سعيد حسن دي كوا يعني عن اي اون كوا يعني من اي اما دي كوا بتكون عن اي اوكي المثال بعد كده لومينيست بار دو لا بي قلنا دي كوا المثال اللي بعديها بيقول اي بانس اسونيك زمان اي بانس اسونيك زمان كيسك فير بانس اكسبري عما يعبر فيرب فيرب بانسي فيرب بانسي الفيرب بانسي يعني فيرب بانسي يعني سعيد فكر ممتاز سعيد حلال ممتاز هو فكر في الامتحان يبقى اقوى اقوى يعني فيما فكر فيما فكر اوكي طيب عندي الاله الاستفهام كاند قلنا بتسال عن الزمن كاند وعندي اكيدير اذا كانت محدده بسعه في عندي ديبوي كاند يعني منذ متى ديبوي كاند يعني منذ متى في اكيدير اللي بتسال عن الساعه في وقت محدد بنقول لك لو ترين الريبيرا القطار سيصل كاترين تريميلي يعني الساعة ونص بالظبط يبقى حد وقت يعني لازم اسال بأكلير ما اسالش بكاوند للتخصيص. طيب في بقى السؤال بقى اللي هي السؤال عن الرياضة كل ام سبورتي كل ام بريفيرتي كلمة ياب كل ريبليك يعني كلمة ريبليك؟ جيم لا ريبليك في ديفير يعني كلمة ريبليك لا ريبليك مين يقول ديت يبقى شاطر خالص يعني. اقول لك اسمعوا من قلبي بقى المرة دي. لا ريبليك لاربيك قسم او باب جديد
طبعا اللي زي كل دوت سؤال عن الوقت وسؤال عن العمر وسؤال عن الرياضة وسؤال عن المكان اللي هو بستخدم فيه او، وعندي بار او سؤال مسبوق المفعول بتاعه مسبوق بالاستاد بورا لي اوليسي، يبقى بار في بورا لي اوليسي. في عندي ادوات استفهام اخرى زي بور كوا وما الى ذلك اللي احنا اتكلمنا عنهم سابقا. ديت كانت مراجعه سريعه لده تكون موجوده معانا. بكده انا خلصت زمن او خلصت صيغه الاستفهام عفوا. حاطط كده مجموعه من الاسئله. تكون المحاضره القادمه باذن الله خاصه ب تكون خاصه بالامبراتيف، تكون خاصه بصيغه الامر إلو فتير، وتكون خاصه بزمن المستطاع نجيب الله. نسال الله ان